السلام عليكم ورحمة الله. كدرا اخوة بخير مزيان. وبالنسبة ل دعوة تي في قررنا بأن ندير واحد المسابقة كجائزة للمتتبع ديالنا الأوفياء، ونحفزوا القناة ونحفزوكم معنا إن شاء الله بحول الله. المهم ابتداء من هذا الفيديو إن شاء الله بحول الله، أي فيديو ضرب 10,000 مشاهدة غنشوفوا أكبر واحد، أكبر شخص دار يعني أكبر بارطاج الفيديو بزاف وتفاعل مع الفيديو، غنديروا القرعة، واللي جا هو الأول مثلا راه غيربح معنا سبرديلة من الاختيار ديالو، يعني يعطينا الرقم ديالو اللي كيلبس النمرة، وغادي نخيروه السبرديلة اللي عجباتو من الاختيار ديالو، مش حنا اللي غنختارو له، من الاختيار ديالو. هاديك الساعة غادي نوريو السبرديلة اللي بغا، يعني نمحى شوية مرول مع لاكت كنجمع شي سلعة. المهم السبرديلة اللي بغا والنمرة اللي عجباتو هاديك الساعة غادي نديرو لو، أنا هاديك الساعة نصيفطالو باش ما بغا في أمانة، أو يعني كان قريب له شي واحد يجي يديها ماشي مشكل. المهم حنا نتكلفو له بالأمور ديالو. المهم بالنسبة لأي أي بياسة مثلا هاد النايكة واخا زايدة شوية ماشي مشكل، إلا بغا شي واحد ما قدا. هاد الرايبوك مثلا دوريجيل حتى هي غندخلوها تكون شفافية في هاد المسابقة. المهم أي حاجة بغا أي بياسة بغا شي واحد راه غادي نعطيو له، خاصها غير تكون على الرقم ديالو هو اللي بغا. مثلا هاد البياسات عندي كل بياسة تقريبا فراق، وكل بياسة كتلقى فيها يعني كل سبرديل كتلقى فيها بياسة وحدة. يعني إلا بغى مثلا هذا الرايبوك، هذا الرايبوك النمرة 41 مثلا، كان شي واحد جات فيه القرعة وكيلبس 41 بقى مرحبا. المهم كيبقى كله اختيار ديالو، غير كنقول لكم وصافي. المهم لتحفيز القناة وتحفيزكم تنتوما معنا ونتشجعوا وتزيد تكبر القناة إن شاء الله. مرة حتى حنا نحفزوكم شي بياسات مرحبا، وتشوفوا الكاليتي ديال السلعة اللي كنخدمو بها. المهم ابتداء من هذا الفيديو هذا اللي يعني دار اكبر بارطاج ووصل 10,000 راه غادي نقلب السيستم ديال اليوتيوب، واللي لقيتو اكبر تفاعل عنده راه غادي يربح معنا سبرديلة ويكون بالشفافية والمعقول ان شاء الله بحول الله. يلا السلام عليكم، وما تنساوش تدعموا القناة بلي لايك وبالبارطاج، ومرحبا.